حوالي 500,000 شخص ممن يبلغون 50 عاماً فما فوق لم يتطعموا بعد، فاذهبوا للتطعيم، انتبهوا. معظم الوفيات والمرضى الموجودين في حالة خطيرة ينتمون إلى هذه الفئة العمرية. الوخز البسيط في الذراع لا يعادل خطر الوفاة أو الإصابة بمرض خطير مرتبط بمضاعفات تدوم مدى الحياة. إذا لم تتطعموا فقد تؤدون إلى زيادة العبء الشديد الملقى على المستشفيات، مما يؤدي بالتالي إلى فرض إغلاق صحي جديد. فحرصاً على صحتكم وعلى حياتنا جميعاً، اذهبوا للتطعيم. لتحصلوا على الشارة الخضراء التي تتيح لكم الوصول إلى صالات اللياقة البدنية وحضور الفعاليات الثقافية والمباريات الرياضية ودخول المطاعم وغير ذلك. إذا حافظوا على الحياة لنعود إلى الحياة، اذهبوا للتطعيم.